أنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريب بسيط لكن يعطي مفهوم التدريب البسيط المنتج اللي قلنا اتخاذ قرارات بي. لماذا اتخاذ قرارات بي؟ لنرى كيف يمكن أن تتخذ القرارات في هذه الفعالية. ومباشرة يمكن لأي مدرب الآن أن يفرق بين هذه الفعالية بوجود منافس والفعالية نفسها بدون منافس. فاستغفر الله. التمرين بسيط، يعني أنا أعتبره من التمارين البسيطة لكن جيدة جدا. دول اثنين ضد اثنين، المربع لاعبين 6 و8 يعني لاعبين وسط، والمهاجمين هنا المهاجمين 9 و10 من ذاك الفريق. هنا بالعكس 9 و10 فريق المربع، وهنا هذول 6 و8. عندي الظهير والجناح بكل مكان، ظهير وجناح ظهير وجناح ظهير وجناح، يعني يصطفون، وعندي مدربين. فالتمرين بسيط، قبل أن يلعب المدرب الكرة للدائرة أو المربع هنا وهنا ما يعرفون من مهاجم من مدافع، ما يعرفون من يقرر المدرب، كيف يقرر؟ إذا لعب المدرب إلى 11 خلاص صار تحول الآن عند الدائرة المهاجمين اللي هم 9 و10 هنا شوف للهجوم، و6 و8 تحولوا للدفاع، فيصير عندي من 11 إلى 3 يرفع كرة، من يرجعون يبدلون مكان ذول الاثنين. نفس الشيء إذا صار تمرين هنا، إذا المدرب لعب إلى 2 يلعب إلى 7 يهاجم، الدائرة يصبحون مهاجمين والمربع مدافعين، من يرجعون يبدلون المركز. كذلك الحال يمينا ويسارا، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. فهذه الممتازة امتيازها يكمن فيما يعرف بتنمية اتخاذ القرار بالتحول، تحول سريع يصير، لأن ما في وقت الآن. الآن المدرب يفاجئ يلعب للمربع خلص، الآن هنا نتغير تفكير وسلوك اللاعبين سواء الدائرة أو بأنه الدائرة يتخذ الوضع الدفاعي، المركز الدفاعي، الذهنية الدفاعية، المبادئ الدفاعية، الأسس الدفاعية، بينما العكس يكون عند المربع، لأن الكرة أصلا عند المربع. فالسبعة يلعب 2 يلعب كروس، و7 يدخل كلاعب ثالث خلف زملاء المهاجمين. فسبعة يبني لعب 2 يروح للكرة، 7 يكون أظهر نفسه خلف المهاجمين، يعني المهاجمين هنا من راح يصبحون الدائرة. وما يقال عن هذا الاتجاه يقال عن الاتجاه الآخر. هذا شيء زين ممتاز تعطي وتبدع به. كيف تبدع به؟ أقول لكم كيف تبدع به. فنقول نفترض التراب، إذا المدرب هذا لعب إلى 3 من يلعب 11 من المهاجمين المربع، من المدافعين دائرة، 3 أين يذهب؟ خلف المهاجمين. It's a piece of cake. لكن بيه تكرار وبجزئية ما يعرف باتخاذ القرار. هذا التمارين كلها لو تمت بدون منافس ضعيفة، لكن بوجود هذا التنظيم والمنافس والمفاجأة في التحول من دفاع إلى هجوم، من هجوم إلى دفاع، منتلتي عقليا هو المهم في الفعالية. 2 أو 3 أو 4 إذا المدرب لعب للدائرة 11 لعب إلى 2 إلى 11 لعب إلى 3 هاجم الكرة، لعب كرة عكسية 11 راح خلفهم، وانتهت الكرة العكسية هنا بسرعة، يعني ما في غير كرة عكسية عندنا. أما بالنجاح أو الفشل مباشرة المدرب إيش يعمل؟ يلعب إلى 7، وإذا لعب إلى 7 من يلعب؟ إلى 2، وإذا لعب إلى 2 الدعش يخرج يروح يبدل هناك خلص شغله. وهنا إيش يصير؟ هنا بعد إن كان
المربع مدافعين ودافعوا ونجحوا بالدفاع ما شاء الله، الآن نعطيهم مكافأة نسويهم مهاجمين، وذول المهاجمين يصبحون مدافعين. فيحدث التحول منتل منتل، ركز على المنتل سايد. فهاي الوضعيات التدريبية الموضوعة والمؤسسة وليست منقولة وليست مأخوذة من أي مكان، هي من أجل التقرب نحو ما يعرف بتحويل الفعاليات على هذه الشاكلة، الربط والتمارين اللي دائما تفكر أنه يكون شبحية ما بيها منافس جيدة، طبعا لتطوير الأداء الفني البدني. إذا ظهرت المنافس يبدأ اتخاذ القرار. لذلك يقال أحسن تدريب بكرة القدم أو بالألعاب الفرقية هو هذا، لما أخلص هنا ويكملون اللاعبين ألعب بنفس المنطقة 8-8، الآن عندي 16 لاعب يدربون 8-8 جلوبال عالمي، كل العالم يتدرب. خصوصا مني أنا لما أقول لكم شيء مسؤول عن تاريخي، فهذه الفعاليات تنمي الكثير عند اللاعبين فقط بسبب ظهور المنافس، يصير اتخاذ القرارات ويصير التطور عند اللاعبين، واللاعبين بالمباراة من يلعبون تحت الضغط يلعبون وكأنهم أصحاب سيطرة على الوضعية، ما يمررون المسؤولية، ما يهربون من الكرة، ما يخافون يسوون دريبل، ما يخافون يتحركون بمناطق الحسم لأن يخافون من الضغط. اللاعب الجيد هو اللي يبدأ تحت الضغط، ولذلك الأوتستاندينج بلاير هم اللاعبين اللي يبدعون تحت الضغط. فإحنا نقول هذه أفكار ربما تفيد، ربما يعني تعارض، ربما، لكن هي الميثودولوجي اللي أنا أبحث عنه. اليوم أنا شرحت كيف نحول مثل هاي الفعاليات اللي بدون منافس إلى منافس، كيف نطور الناحية الذهنية بالتحول، وكيف نلعب بعد هاي الفعاليات، ماذا نفعل؟ قلت العبوا على هدفين، ما دام عندك 19 لاعب عندك 40-60 8-8 فريقين، فريق يهاجم هدف ويدافع عن هدفه، لعب واقعي 100% هدفين كرة فريقين، شتري تحول تحول اتجاهين اتجاهين، وكل ما في المباراة الكبرى الحقيقية. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الصحة والعافية، اذكروا الله يذكركم، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا.